برشلونه لما راح جاب تشافي قال لك انا عايز ارجع للكره بتاعت برشلونه، طريقه اللعب بتاعت برشلونه. لو برشلونه قاس تشافي مع السد كان بيعمل ايه، فمش هيجيب تشافي، يبقى عنده مشكله. هو شايف ان تشافي عنده عناصر معينه هتفرق مع الفريق، حاجات معينه هتفرق مع الفريق، فاختار بمعايير معينه فجاب تشافي وقعده مدير فني الكرسي الاول لبرشلونه الاسباني، رغم ان هو كان بيدرب فريق بعيد تماما عن اوروبا، واكيد ما عملش اللي عمله مع برشلونه دلوقتي في فتره قصيره هو اللي كان بيعمله مع السد. خليني اختار ازاي، اخد من نهايه كلام اسلام اخد من نهايه كلام اسلام، هو انا واقف فين. برشلونه لما جاب تشافي هو كان فريق مهلهل تماما، ما عندوش اي حاجه، اللعيبه الكبيره عنده عندها مشاكل، ميسي خرج فده مشكله كبيره. صح. جبت تشافي وتشافي كان عارف من اول يوم ليه في المؤتمر بتاع تقديمه ان في مشاكل محتاج يحلها. صح. وخرج بعد كام ماتش وقال ان في لعيبه ما تعرفش يعني ايه هويه برشلونه. مظبوط. وان احنا هنحتاج وقت. مظبوط. في يناير جاب صفقات على قد هدفه ان هو يكمل في دوري الابطال وان هو ياخد مركز مؤهل السنه اللي جايه ويكسب الدوري الاوروبي، وده اللي هو ماشي فيه حتى لو هي مش مناسبه لبرشلونه عموما. صح. تعال ننقل ده على منتخب مصر. ايوه. اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر، اولا احنا عندنا مشاكل كتيره جدا في اكتر من مركز بوضوح، في مراكز مش موجود فيها لعيبه تقدر تبقى موجوده في منتخب مصر. صح. فدي حاجه انت محتاج تشتغل عليها. دي مش هتنبع على مدرب لوحده. انت بتجيب مدرب ومعاه مجموعه تقدر تشتغل. عايز تعمل برنامج اصلا لتطوير قطاع الناشئين. أيوة. في مصر بشكل عام. أيوة. عشان تطلع لعيبه تانية. المسابقه بتاعتك الدوري ده يبقى ازاي، في التزام في المواعيد وازاي يبقى في انتظام في المسابقه، ازاي الدوري ده اصلا يبقى ب 18 فريق ولا نقلل الفرق عشان المنافسه اكبر، ازاي الدوري دوت يبقى فيه تنافس على الصداره مش كله صراع على الهبوط. دي مشكله كبيره قوي، الاحتكاك. لعيبه مصر بتحتك بمين؟ أيوة. يعني اللعيبه العظيمه اللي هي بتلعب في الاهلي وفي الزمالك بيحتكوا بمين؟ ايوه بيحتكوا بفرق الدوري المصري اللي هي دايما بتدافع تحت الكوره ومستنيين هم يطلعوا بنقطه، والاهلي بيفضل يهاجمهم والزمالك بيهاجمهم. لما بنروح افريقيا الاهلي والزمالك بيلعبوا قدام مين؟ صح. فرق القاره الافريقيه عموما كلها قليله. صح. باستثناء صن داونز اللي هو لما بيلعب الاهلي او الزمالك بندافع تحت الكوره وبنلعب على الهجمه المرتده. براف. وبنعرف نوصل لهدفنا. امبارح كنت بقول يعني بس ما اديتش المثل ده، بس هقوله لك دلوقتي، هو ايه الفرق من مثلا الونش وكاليدو كوليبالي؟ ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ هل كاليدو كوليبالي اتولد مدافع عظيم وكبير واحد من افضل المدافعين في العالم، والونش مثلا هو مدافع محلي؟ القصه مش كده، القصه الونش بيخش تنافسات او منافسات مع مين؟ بالزبط. وكاليدو كوليبالي بيخش منافسات مع مين؟ يعني ممكن يبقى الكواليتي بتاعنا احلى بكتير. فرق السنغالية فين في دوري ابطال افريقيا؟ مفيش ولا حاجه. مفيش. النيجيري ولا حاجه. القطن ومازيمبي نفسهم اللي هم الكاميرون موجودين بيلعبوا في الكونفدراليه. مفيش حد فيهم في تنافس عالي اصلا. صح. الناس دي كلها بره القاره شايفين مش. صح. معانا اصلا. صح. فانت ما ينفعش تقيس عمرو السوليه وحمدي فتحي والونش وفتوح والناس دي كلها على حسب اللي هم بيلعبوه في نطاق دوري ابطال افريقيا، عشان لما بيروحوا يصطدموا بالسنغال ونيجيريا والمغرب احنا بنندهش. اللي هو ايه ده، ايه المستوى ده؟ ايوه ما هو عشان جماعة انا بستلم الكوره انتوا بتضغطوا ليه؟ استنى شويه. ايوه ارفع مستوى اللعيب. هنا في مصر اللعيب بياخد الكوره يضغط عليه بعد 4 دقائق، هناك انت يا دوبك تلمس الكوره هتتاخد منك بعد 4 ثواني. مش هو متعود على كده. ارفع مستوى لعيبتك وارفع الاحتكاك اللي انت بتحكي بيهم من هو صغير. صح. انجلترا والمانيا وبلجيكا ومليون دوله في العالم حتى منهم دول افريقيه وعربيه بداوا البرنامج بتاع تطويرهم ده من بدري. بص على الدول اللي بتعاني حواليك في افريقيا هتلاقيها بتعمل شبهك. تونس. صح. اللي هي من وصول لكاس العالم، ولكن المنتخب التونسي في الفتره الاخيره بيعاني.